إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وعند قولهم، أعني عند قول بعض المفسرين أنهم هادوا أي يتهودون يتميلون عند قراءة التوراة، يجدر التنويه على حكم الاهتزاز عند تلاوة القرآن. يعني نحن نعلم دائما أن في الكتاتيب ونحن صغار تمشي وراء سيدك الشيخ المعلم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وهكذا تهتز دائما وتجيب يمين ويسار. ودرج الناس حتى عند الكبار على هذا أثناء تلاوتهم للقرآن، فلهذا التمايل جائز أو ليس بجائز. فقال بعض أهل العلم ذلك غير محمود ولا محبوب، وذلك لأن هدي النبي لم يكن كذلك، ولم ينقل هذا التمايل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه فعل اليهود عند تلاوة القرآن. وأنت إذا دخلت على أي موقع ورأيت اليهود يتلون التوراة تراهم على هذه الطريقة من الاهتزاز الزائد. وقال بعض أهل العلم وهم قلة، إذا كان هذا الاستخراج ما عندك فإن ناسا لا يستطيعون إلا بالاهتزاز فيجوز. والأظهر أن فعل النبي هو أكمل فعل وأتم فعل كما لا يخفى عليكم، فعدمه أولى. ولكن لا نقول إنه محرم أبدا، ولا نقول إنها بدعة، لكن درج الناس عليه ينبغي أن يتجهوا إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتركوا ما وراء ذلك.